اللي بتخلص الجيركن والترمبة فاخر الدنيا. يا ابني كفاية ماية يا ابني، بطنك توجع. يا كان بتدفع فاتورة هين، دي ميه من الترمبة ببلاش. ما تشوح ليه انت؟ انت بيجي قاعد عنده وما تتكلم. يا جد في لوكاندا ولا مفكر نفسك في الزمالك؟ الحمد لله على جدي، مش كل شويه ما تيجي شيشه ابو شنطه وابوك هنا. شيشه وي بس عايز شبشب. انت هزيني انا بكوبايه الشاي بتاعتك. والله يا حاج مسعود ابنك ضايق، نقسم بالله مهما يضايقك يا اخي ما تبقاش ناقص. لو كان كده يا عم اجيب لك نص كيلو سكر وكبر دماغك مني. ايه يا عم مش كوبايه شاي هي؟ لا لو هتدقق انت هتجيب لف السكر كده، ده كل يوم شاي شاي شاي. انا فتحها تكيه هين. ايه لما يحصل ده؟ امال لو قاعد ملكي في العيشه اللي انت قاعد فيها ده تعمل ايه فينا؟ والله كلامك صح يا بابا، ده بص مش لاقي اكل وما يعمل ايه. انا والله يا ابني غلطت اني جبتك هين. انا قلت لك ما تقعدنيش عندي، ده قلت لك العب عند البقر. انا يا ابني والله ما اعرف ان ده هيزيلنا بكوبايه شاي في يوم من الايام. لا لا انا مش مزلك، بس ابنك اللي خلاني قلت كده. ايوه ابني عمل ايه يعني ده كله عشان تزيلنا بكوبايه شاي يا اخي؟ اقول لك انا اللي حصل يا بابا، عشان شربت شويه ميه اما يقول لي خلصت الجركن. عشان ميه؟ شويه ميه خلوك تعمل كده؟ اما لو حاجه كبرنا على الميه كنت عملت ايه؟ كنت جيت دبحتنا؟ والله يا عم الحاج مع الميه ده كل شويه ميه كل شويه ميه، وانا واكل بملوحه. هي وين الملوحه دي؟ حياتي ما تعرفهاش انت. اقعد يا حاج مسعود، اقعد ما تقفش فوق راسنا كده. بس يا عم اقعد، ايه على الطلاق ما اقعد ويحرم عليا القعاد هنا. والله لا تقعد يا اخي، ده كلام فاضي، مش حاجه صغيره زي دي تزعلنا من بعضينا عم الحاج. بس ما تكلمش تاني ما اسمعش عيسك، قوم يا دنت هذا عشان نمشي. يلا حاضر يا بابا، اشرب اخر بلعه وجاي. والله العظيم ما دام ابوك زعلان ما انت شارب. انت مزيت وابوي واقف. ها يا ابوي على